اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء في هذا العاجل. انا لله وانا اليه راجعون. نقيب عبد اللطيف 20 في ذمه الله توفي صباح اليوم السبت النقيب عبد اللطيف 20 بعد فترة قضاها بقسم الإنعاش بإحدى مساحات الدار البيضاء، وهو الخبر الذي خلف حزنا وأسى كبيرين وسط الجسم الحقوقي وخاصة زملائه في المهنة المحاماة. وبهذه المناسبة الأليمة نعت هيئة المحامين بالدار البيضاء الراحل 20 في بيان تعزية تتوفر شوف تي في على نسخة منها، قالت في مضمونها ببلغ الأسى والحزن بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا وفاة الأستاذ النقيب عبد اللطيف 20 أحسن الله قبوله بجواره. وبهذا المصاب الجلل تقدم نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء باسمي واسم أعضاء مجلس الهيئة بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الراحلة الكبيرة والصغيرة، مؤكدا في مضمون التعزية التي تقدمت بها الهيئة في هذا الخصوص: نرجو من الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يشمله بعفوه ورضوانه، وأن يلهمكم وذويكم جميل الصبر والسلوان والسكينة وحسن العزاء. إذن مشاهدينا الكرام، هيئة المحاماة تفقد النقيب عبد اللطيف 20 من أشهر المحامون بالمغرب ومدينة الدار البيضاء، رحم الله الفقيد، إن لله وإنا إليه راجعون. سأعيد البلاغ بالنسبة للناس اللي التحقوا بنا في هذا البث المباشر، حيث توفي صباح اليوم السبت النقيب عبد اللطيف 20 بعد فترة قضاها بقسم الإنعاش بإحدى مساحات الدار البيضاء، وهو الخبر الذي خلف حزنا وأسى كبيرين وسط الجسم الحقوقي وخاصة زملائه في المهنة المحاماة. وبهذه المناسبة الأليمة نعت هيئة المحامين بالدار البيضاء الراحل 20 في بيان تعزية تتوفر شوف تي في على نسخة منها، قالت في مضمونها ببلغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة الأستاذ النقيب عبد اللطيف 20 أحسن الله قبوله بجواره. وبهذا المصاب الجلل تقدم نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء باسمه واسم أعضاء مجلس الهيئة بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الراحلة الكبيرة والصغيرة، مؤكدا في مضمون التعزية التي تقدمت بها الهيئة في هذا الخصوص: نرجو من الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يشمله بعفوه ورضوانه، وأن يلهمكم وذويكم جميل الصبر والسلوان والسكينة وحسن العزاء. إذا رحم الله الفقيد، إنا لله وإنا إليه راجعون. نقيب المحامين والمحامي الشهير عبد اللطيف 20 انتقل إلى جوار ربه. إذا صدمة داخل هيئة المحامين بمدينة الدار البيضاء بعد فقدانهم زميلهم والنقيب عبد اللطيف 20 بعد وعكة صحية كان بأحد المساحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء في قسم الإنعاش، والتحق بالرفيق الأعلى، رحم الله الفقيد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذن مشاهدينا سأعيد البلاغ بالنسبة للناس اللي التحقوا بنا في هذا البث المباشر، النقيب عبد اللطيف 20 في ذمة الله توفي صباح اليوم السبت النقيب عبد اللطيف 20 بعد فترة قضاها بقسم الإنعاش بإحدى مساحات الدار البيضاء، وهو الخبر الذي خلف حزنا وأسى كبيرين وسط الجسم الحقوقي وخاصة زملائه في المهنة المحاماة. وبهذه المناسبة الأليمة نعت هيئة المحامين بالدار البيضاء الراحل 20 في بيان تعزية تتوفر شوف تي في على نسخة منها، قالت في مضمونها ببلغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة الأستاذ النقيب عبد اللطيف 20 أحسن الله قبوله بجواره. وبهذا المصاب الجلل تقدم نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء
باسمي واسم أعضاء مجلس الهيئة بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الراحلة الكبيرة والصغيرة، مؤكدا في مضمون التعزية التي تقدمت به الهيئة في هذا الخصوص، نرجو من الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يشمله بعفوه ورضوانه عفوا، وأن الصبر والسلوان والسكينة وحسن العزاء. كنتمناو الصبر للأهل ديالو. إن لله وإنا إليه راجعون. تعازي لهيئة المحامون، أصدقاء ديالو، زملاء في المهنة، لا سواء حقوقيون أو محامون، كذلك الأسرة الصغيرة والأسرة الكبيرة. نتمنى له الرحمة والمغفرة يا رب. إن لله وإنا إليه راجعون. صدمة داخل هيئة المحامون صباح هذا اليوم بعد خبر وفاة النقيب عبد اللطيف بوعشرين، بعد وعكة صحية أدخلت إلى قسم الإنعاش بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء. نتمنى المغفرة والرحمة للفقيد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. رحم الله الفقيد. إذا مشاهدينا الكرام، سأعيد البلاغ لآخر مرة للناس اللي التحقوا بنا في هذا البث المباشر، حيث توفي صباح اليوم السبت النقيب عبد اللطيف بوعشرين بعد فترة قضاها بقسم الإنعاش بإحدى مصحات الدار البيضاء، وهو الخبر الذي خلف حزنا وأسى كبيرين وسط الجسم الحقوقي وخاصة زملاء في المهنة المحاماة. وبهذه المناسبة الأليمة نعت هيئة المحامين بالدار البيضاء الراحل بوعشرين في بيان تعزية تتوفر شفتي على نسخة منها، قالت في مضمونها ببالغ الأسى والحزن بقلوب مؤمن بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة الأستاذ النقيب عبد اللطيف بوعشرين، أحسن الله قبوله بجواره وبهذا المصاب الجلال. تقدم نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء باسمه واسم أعضاء مجلس الهيئة بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الراحل الكبيرة والصغيرة، مؤكدا في مضمون التعزية التي تقدمت بها الهيئة في هذا الخصوص، نرجو من الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يشمله بعفوه ورضوانه، وأن يلهمكم وذويكم جميل الصبر والسلوان والسكينة وحسن العزاء. إذن مشاهدينا، رحم الله الفقيد عبد اللطيف بوعشرين، وإنا لله وإنا إليه راجعون.